لحظة، هو الموضوع مباراة الأساطير أكيد مباراة كبيرة، والغاية منها هي أولا إسعاد جمهورنا، الشيء الثاني التذكير ببطولات شبابنا في 2007، ثلاثة تسويق هذا الحدث الكبير إلى الفيفا وإلى العالم، وبيان أمن العراق، يعني لازم نوضح أمن العراق وملاعب العراق وجمهور العراق والأمور الأخرى، ليس فقط لرفع الحظر، فيها فوائد كثيرة. أصلاً الاستعداد لمثل هكذا مباريات كبيرة، يعني بعد مباراة الأردن هاي الثانية راح ينطينا تجربة كبيرة، سواء وزارة شباب اتحاد البقية الكل. المهم في قضية مباراة الأساطير اللي هي تعتبر حدث مهم جدا لرفع الحظر، اليوم كما لاحظت يعني بعد يوم البارحة، يعني لو تشوفون التسلسل، كانت أول زيارة للاعب الهولندي يوم أمس في البصرة، كانت المؤتمر الصحفي وحضورهم ونقلهم لهذه الصور عبر حساباتهم الخاصة التواصل الاجتماعي. اليوم احنا اجتمعنا بحضور الكابتن رعد حمودي وكابتن فلاح وايضا الاخوان من الاتحاد استاذ عبد الخالق وكابتن شرار وحضور الشباب النجوم والشركة المنظمة، وناقشنا موضوع الاستعدادات. المنتخب يحتاج لتهيئة واستحضارات او تحضيرات لوجستية وغير حتى بدنية، شباب انطوارهم يعني النجوم، وشكلنا لجان وراح نبلش. الاتحاد ايضا موجود معنا، اكيد شوف نقطة قوتنا في وجودنا يعني مجتمع، لا سمح الله ايضا طبعا اليوم اي لا هو ما خلاف اصلا لا هو كان البعض يتكلم ما سل... لا ما سلمنا، لا زالت هاي المباراة برعاية الوزارة ومسؤولية الوزارة، لكن الاتحاد راح يكون موجود، قد هو يدير المباراة يعني من داخل المباراة مثلا يجوز مثلا يعني ماكو فد شيء حتى اذا كان تنظيم او يعني راح تركون المجال لهم هم شنو اللي يريدون بالضبط، مو هذا مو مهم يعني احنا اكيد قلت لك احنا ما عدنا نرى قوة اليوم العراق في اتحادنا، يعني قصد في اتحاد الجميع وانسجامهم وعملهم سوية، واحنا امام مهمة صعبة. أنا يمكن شخصيا لست مع من يقول أنا وحدي أفعل كل شيء. الشيء الثاني إحنا طموحنا كبير، طموحنا لا مباراة أساطير ولا رفع حظر كلي فقط عن العراق عن كل، إحنا طموحنا اليوم نكون أول بالمنطقة بالمنشآت بالتنظيم بالجمهور بالتسويق، هذا طموح مشروع ولازم نعمل عليه إن شاء الله بالتوفيق. باكر ان شاء الله حيكون اجتماع لكم مع الاتحاد، احضر شخصيا لو لا بعد ماكو اجتماع، هو انا شكلت لجنه اذا لاحظتوا فيها كابتن شرار من الاتحاد، فيها دكتور علي عبد القادر واحمد الموسوي، فيها كابتن رحيم هو باعتباره مساعد المدرب 2007 واحد هو يختاره من الشباب النجوم، وبها الشركه الراعيه فرح المنظمه اقصد الراعيه، راح يكونوا 7-8 افراد، وطبعا يدخلون ايضا الشباب فيما بعد النجوم كل شبابنا. اتفاق بالمناسبه الاتفاق اللي صار انه بعض الاخوان ما كانوا في 2007 لكن هم نجومنا، فضل كابتن عماد محمد بعضهم يجوز لاسباب اخرى ما كان موجود، سامر سعيد غيرهم اكو بعد شباب رزاق يجوز، شبابنا كلهم راح يكونوا موجودين ويشتركون، لان يعني هي المباراه ما بيها تعرف ما بيها يعني مشكله بالتبديلات، هذا الباب ما راح يولد مشاكل ترك الباب مفتوح للعديدين. لا مو الباب مو الباب الجديد. لا شوف لا ابدا بالعكس، انت هم الشباب كان رايهم هذا انه اشرك اكبر عدد ممكن من شبابنا، انا اتصور رد جميل من قبلنا لشبابنا وبهالطريقه ان شاء الله. ماكو مانع ينزل ربع ساعه ويطلع وينزل اخوه ربع ساعه بس يبقى يجوز ال يعني الهيمنة خل أسميها تجي ل 2007 بس بالأذان تطعم حتى كل شبابنا يكون موجود إن شاء الله.